بداية إخواني، يعني وصلتنا رسالة من الأسرى المضربين عن الطعام في مستشفى ما يسمى مستشفى سجن الرملي، يتحدثون فيها عن الوضع الصحي المأساوي الذي وصلوا إليه، وكيف أنهم يعني أصبحت أجسامهم ملتصقة في الأرض، وأن الكرسي أصبح صديقا ملازما لهم، وأنهم يتحدثون بألم ومرارة لأنهم يشعرون أن صوت التضامن والفعاليات والإجراءات التي ممكن أن تؤدي للإفراج عنهم قد خفت قليلا، وأنهم يمكن أن ينسوا. هذه رسالة يعني قرأتها يعني على مسمع والدتي فبكت ولم أستطع تكملة الرسالة. يعني هي رسالة لكل أمهات فلسطين، بالتأكيد هذا نموذج لأمهات فلسطين. نحن يعني نناشد الله تبارك وتعالى بداية، ودعونا نأخذ بالأسباب، هذا يعني مطلوب منا أن نأخذ بالأسباب، ونناشد كل أهل الخير، كل أصحاب الضمائر، كل أصحاب الجمعيات، مؤسسات الوطن، مؤسسات نادي الأسير، ووزارة الأسرى، البوابة لأسرى فلسطين، تقع على عاتقهم مسؤولية الإفراج عن هؤلاء الأسرى. هم يطلبون حرية، يطلبون كرامة، هم مظلومون وبحاجة لكل من ينصرهم أيا كان موقعه، سواء على مستوى في المستوى الشخصي أو إذا كان يمثل مؤسسة. يعني هذه شهادة، يعني نحن أهل الأسرى نعطي شهادة عز وكرامة لكل من يدافع عن الأسرى، لأن الكل مجمع أن الأسرى مظلومين، وأنهم يطلبون حق، أنهم على الحق، وأنهم مظلومون، وخاصة الذين يتعرضون للاعتقال الإداري. كل الأمة، كل الإنسانية تجمع على أن هذا قانون جائر وظالم. الاحتلال عندما يرى أن هناك يعني صوت خافض وقلة في التضامن ولا يوجد ضغط عليه، يستفرد في يعني إيجاد الأساليب الكثيرة لإذلالهم وتخويفهم وتعذيبهم نفسي. يعني هم بحاجة أن نرفع معنوياتهم. لنا توصية للأخ الأستاذ جواد بولست ممثل نادي الأسير أن يبقى على تواصل معهم حتى يوصل رسائلنا ويوصل الوضع في الخارج، لأن الوضع في الخارج يؤثر عليهم في الداخل. هم بحاجة لأن نرفع معنوياتهم حتى يبقوا صامدين، وأيضا نحن أهالي الأسرى بحاجة أن تبقى معنوياتنا عالية. عندما نرى الأمة كلها، الشعب الفلسطيني تتضامن مع الأسرى، ترتفع معنوياتنا ونشعر أن هناك خير. الأمة، الشعب الفلسطيني شعب معطاء، لكن بحاجة أن يشجع، بحاجة أن يبقى يعني صامد. يعني هذا قدرنا، أن تبقى هذه الفعاليات. يعني ربما إذا انتهت يعني فعاليات الأسرى، ربما هناك فعاليات أخرى. طالما نحن نقع تحت الاحتلال، نحن نعيش في محنة. فاليوم يعني هناك من يتضامن معنا كأهل أسرى، وربما في الغد نتضامن مع ناس آخرون. لذلك احنا طالما تحت الاحتلال نحن نتعود على هذا الوضع، لكن يعني بحاجة أن يعني نوصل رسائلنا إلى الخارج. يعني هم يناشدون أصحاب الضمائر، أين هم أصحاب المؤسسات، الجمعيات، مؤسسات حقوق المواطن؟ ألا يستطيع هؤلاء مجتمعين أن يضغطوا على الاحتلال؟ إذا اجتمعت الأمة، إذا اجتمعت هذه المؤسسات تستطيع أن تفعل، لكن بشكل فردي لا يمكن أن يصل صوتنا، ولا يمكن أن نضغط على الاحتلال بشكل فردي. أنا يعني لنا توصية أن نكثف جهودنا، أن نزيد من حجم التضامن، الفعاليات التي من شأنها أن تضغط على الاحتلال بالإفراج عنهم والتخفيف من معاناتهم. بارك الله فيكم على يعني هذا الجهد. أنا والدة الأسير سامر العساوي المضرب عن الطعام منذ 181 يوم. أنا بدي أحكي بلساني ولسان أمهات الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى والأسرى كافة، لأن كل أم بتتمنى ابنها في حضنها ويروح لها سالم وبصحة وبعافية. أنا جيت هون على أساس أنا أطالب في ابني، لأن ابني
بيواجه الموت كل يوم. ناشدنا كل المؤسسات والحكومة، والحمد لله رب العالمين، كلهم عملوا كل ما باستطاعتهم وذهبوا لمصر للراعي المصري لأنه هو المسؤول عن صفقة تبادل الأسرى، وعملوا كل جهدهم إنه الراعي المصري يقوم في واجبه تجاه الأسرى، فوعدوهم خير إن شاء الله وبستنوا بالرد الإسرائيلي. فنحن هلا بنستنى في الرد الإسرائيلي، وإن شاء الله رب العالمين الإسرائيلي يوفي وبعده مش زي عوايده. سامر بيوجه لكم كلكم التحية، لأنه نحن مع المحاميين بنبعت له شو الشعب بتضامن معهم، وإنه الشعب مش ناسيهم. سامر فلسطيني وإنتوا فلسطينية، يعني مش بحاجة لأن نطلب منكم إنكم تتضامنوا معه. سامر والأسرى المضربين كلهم وكل الأسرى ما انسجنوا لقضيتهم لوحدهم، هم فلسطينيين وبيدافعوا عن كرامتكم وعن حريتكم اللي تعيشوا أحرار في بلدكم اللي هي فلسطين، وإن شاء الله بتتحرر وما بنعرف كلمة اعتقال بعديها. كلنا بنعاني من الاعتقال، ما فيش عيلة ما فيش عندها أسير، ما عندها أسير عندها شهيد. يعني هذا هو حال الشعب الفلسطيني. فنحن الحمد لله رب العالمين، ربنا مددنا بالقوة لإيماننا برب العالمين وبقضائه وبقدره. يعني هم كمان مآمنين في قضيتهم، وعشان هيك هم من وجدوا في السجن. فأنا بديش أجيب كل واحد من بيته أحكي له تعال أنت تضامن معي، أنت فلسطيني زيك زيه مجبور أنك تتضامن معه بدون ما حد يطلب منك أنك تتضامن مع هذا الأسير، لأنه قضيتنا هي قضيتك، وبدون ما تتضامن معه ما بتنعدش فلسطيني. وأنا اللي بعتبر هيك أنه أنت بتنعدش فلسطيني طالما أنت ما بتتضامن مع هالأسير اللي هو في السجن لأجل أنه يحافظ عليك وعلى كرامتك وعلى أرضنا ووجودنا في هاي الأرض. هاي الأرض إلنا وإحنا مندافع عليها، وإنتوا لازم تتضامنوا معاهم كونكم فلسطينيين. إن شاء الله سامر يا رب ربنا بيمده بالصحة هو وجميع الأسرى المضربين والمرضى، وبيطلعوا سالمين وبوفوا رسالتهم، لأنه مش راح ينسوا إنه إلهم رسالة ولازم يضلوا يأدوها. وأنا شاكرة لكل المؤسسات، وزارة الأسرى ونادي الأسير وحريات، يعني هدول باستمرار واقفين في جنب الأسرة باستمرار وكأنهم واحد منهم ومن أهليهم. طبعا هو الشعب الفلسطيني لازم هو يكون هيك، يعني بدون أي توجيه هي يكون الشعب الفلسطيني جسم واحد وعقل واحد، لأنه هو بدافع عن بلده وعن قضيته، وهي هي أسمى آيات التضحية اللي بدافع عن وجوده الإنسان وبلده. إحنا بنتوجه لكم جميعكم بالشكر لوجودكم ولتضامنكم مع الأسرى المضربة 80، وهذا كان أشهر إضراب أضربوا الأسرى عن الطعام في هذيك الأيامات، كان هو الإضراب الوحيد على مضربين وما يرضوا يتناولوا ولا إشي سوى المي. فإدارة السجن ما السجن بدها يموت الأسير موت بطيء، ما يموت من يعني هم اللي يدفعوا للموت، هم بيحبوا يضل الأسير موجود. علشان هيك لما كانوا الحليب مع البيض في هذيك الأيامات في البرابيج، وعلى أثرها استشهد لأنه البرابيج دخل على الرئة مش على المعدة. فهم اليوم عم بيعملوا هيك في الأسرة هذول، لما يصير الأسير في مرحلة الموت رغم عنه بيعطوا له جلوكوز. هذا مش اسمه إضراب جزئي في أي قانون من القوانين، هذا مش اسمه إضراب جزئي. الإضراب الجزئي اللي بيرجعوا وجبات، ياخذوا وجبة وبرجعوا وجبات، هذا هو اسمه الإضراب الجزئي.
يعني أنا لا محامية ولا دارسة القوانين، بس خبرتي في السجون وفي القوانين الإسرائيلية أعطتني هالمعلومات. أنا إلي بزور بسجون 25 سنة، فهم بياخدوا كلوكوز وبياخدوا المي ومحاليل المي وسجوزي. على كل حال، كنا عن وضع الصحي لسامر. سامر يا بنتي وضع صحي متدهور للغاية، يعني حسب ما بيحكوا المحامين اللي بزوروه. أنا ما بشوفه، أنا من يوم ما انسجن من 7/7 على اليوم ما شفته إلا يوم المحكمة، يوم ضربونا فيها المحكمة. فبيحكوا لنا إنه وضعه خطير، يعني العضلات بتتاكل، وأنا هاي أول مرة بسمع فيها هاي الأشياء هاي. وبيحكوا إنه الرؤية عنده خفت وما بقدر إنه يوقف على حيله، دائما فين برضه بتوجع. طبعا إنسان مضرب عن الطعام 181 يوم، تسأليني يما شو بده يكون وضعه؟ يعني وضعه الكل بيعرف وضع إنسان بصوم أسبوع. يعني إحنا في رمضان الناس ما بتصدقوا المدفع يضرب عشان إنها تأكل، أشكال وألوان على الصفرة بيكون موجود. شعال هدول ما بيشوفوا إلا نتفة هالمي، وفي منهم برضاش يأخذ الكلوكوز. سامر بياخذ كلوكوز وبياخذ مي. إن شاء الله ربي برجعنا إياه بالسلامة يا رب، وهو وجميع الأسرى المدربين والعيانين والأسرى الباقين يا رب يتسكروا السجون، وكل إنسان يرجع لأهله ولوطنه. وشكرا لكم جميعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاوية قعدان، شقيق الأسير طارق قعدان وشقيق الأسيرة منى قعدان، بداية نجتمع اليوم جميعا ونتشرف بأن نتحدث ونتلفظ بأسرانا جميعا وبالأسرى المضربين عن الطعام تحديدا، وذلك ليعبر بالتقائنا كأهالي أسرى بهذه الوجوه الطيبة والنيرة التي تمثل المؤسسات بكافة أسماها وأشكالها ومهتمين، لتعبر عن أصالة هذا الشعب، الشعب العظيم، الشعب الفلسطيني المعطاء، الذي دائما لا يقبل إلا أن يكون في صدارة التحدي والصمود في وجه هذا العدوان، في وجه هذا الاحتلال الغاشم المجرم. لنؤكد بهذا الاجتماع وبهذا الحديث، نوجه رسالة بداية لأسرانا أن سيروا. نحن مؤمنين بهذا الإضراب لأنه يعبر عن مطالب محقة وعن أهداف سامية، ترفض قوانينهم الظالمة، ترفض هذا ما يسمى بالاعتقال الإداري المجحف، ترفض الخروج على بنود الصفقة بصفقة شاليط، وتعتقل الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني الذين حرروا بصفقة شاليط. فنوجه رسالة لأسرانا الأحرار بعزهم وكرامتهم بأننا جميعا أبناء الشعب الفلسطيني، ليس أهالي الأسرى فقط، بكافة المؤسسات وكافة الفئات المعنية والتي تهتم بشؤون الأسرى، أننا من خلف الأسرى نشد على أيديهم ونقول لهم امضوا فعين الله ترعاكم. ونوجه منها رسالة لهذا العالم، لأصحاب الضمائر الحية إن كان هناك بعد، ولكن أملنا أن الإنسان لن يتخلى بكليته عن إنسانيته. فنوجه رسالة إلى أصحاب الضمائر الحية، أسرانا الآن هم بمرحلة الخطر الشديد، أسرانا الآن يستصرخون ويقصدون كل من هو يهتم بالإنسان كإنسان. هم الآن بمرحلة لا يحسدوا عليها، بوضع صحي خطير جدا، هذا لا يخفى على أحد منكم. بعد أيام هذه الأيام من الإضراب، يوجهون هذه الرسالة إلى العالم بشكل عام، بكافة مؤسسات الدولية التي تعمل وتهتم بالإنسان كإنسان، أن أفيكوا، لنا على إنسانيتكم حق، لنا على دينكم حق، لنا على عروبتكم حق. نحن الآن اجتمعنا
بوزارة الأسرة وبنادي الأسير والجمعيات العاملة بقضايا الأسرة، واتفقنا على توحيد الخطاب بشكل عام حتى يكون هذا بمثابة الوقود لأسرانا، يعطيهم القوة والمنعة في هذا التحدي، ليعلموا وليعلم المحتل أننا نتوحد جميعا على قضية الأسرة، حتى ولو اختلفنا في أكثر من زاوية فإن هناك قضية مقدسة، قضية الأسرة توحدنا جميعا، فنحن من خلفها كأهالي أسرة، مؤسسات عاملة، كشعب فلسطيني، الجميع إن شاء الله رب العالمين أملنا بشعبنا العظيم سيقف عند مسؤولياته، عند ضميره، سيقول كلمة لهذا العالم بأننا لن نترك أسرانا خلف القضبان، لن نترك أسرانا وحدهم، نحن جميعا معهم. شكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم. محمود شعبان شافع ياسين، شقيق الأسير يوسف شعبان ياسين المضرب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. أوجه ندائي إلى أبناء هذا الشعب الطيب المعطاء، إلى أصحاب الضمائر الحية بأن تقف إلى جانب هؤلاء الأسرى الذين يحاربون الاحتلال بأمعائهم الخاوية. وأوجه قضايا أيا كانت من إطارها الشعبي إلى العالمية، لأن كلمته سلاح من أسلحتنا. أناشد من خلالكم وباسمكم جميع وسائل الإعلام الحرة على اختلاف أشكالها بالاستمرار، بل بمضاعفة جهودها في تسليط الضوء على هذه القضية الشائكة. وفي الختام أشكر جميع الحاضرين وجميع المتضامنين، وأدعو الله أن يجعله في ميزان حسناتكم، وشكراً.